من هم الذين وكلت بهم الفتنة؟ عن زيد بن وهب قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن الفتنة وكلت بثلاثة، بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد، فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أسعد الناس في الفتن كل خفي تقي، إن ظهر لم يعرف، وإن غاب لم يفتقد. وأشقى الناس فيها كل خطيب مسقع أو راكب موضع، لا يخلص من شرها إلا من أخلص الدعاء كدعاء الغرق في البحر. رواه نعيم بن حماد في الفتن بإسناد ضعيف. وعن حذيفة بن أسيد وابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم نحو ذلك، وسيأتي ذكرها في آخر الباب الذي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.